Okay, if I could just ask everybody to take their seats, and His Excellency's just arriving, and we'll begin the morning. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please take your seats. I know it's a little bit of an early start in the morning after a late dinner, but we'll get going and we'll condense the time so that everything works to plan today. Thank you very much. So without much further ado, we're going to have a welcome and then we're going to talk about the ICT ecosystem and digital transformation. So for the next 10 minutes or so, we'll have a nice welcome. If you could give a warm welcome to His Excellency Dr. Amr Talaat, who's the Minister of Communications, Information Technology, Egypt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود ضيوف مصر الكرام الأخوة والأخوات يسرني أن أقف أمامكم مرحبا بكم جميعا في وطنكم مصر أقول وطنكم وأعنيها لأني أعلم أن بعضكم قد درس في مصر وخبرها وبعضكم قد زارها وعاش بها ويعرف عنها ربما أكثر مما نعرف نحن فأنا أعرف أنها فعلا وطنكم الثاني وأعتز بهذا وأفاخر به الحقيقة أنه اجتماعنا اليوم يحمل رسالة قوية لأنه نحن نجتمع في سياق الإبداع والتجديد والتكنولوجيا وهذه رسالة قوية أننا كشعوب عربية وإفريقية ألينا على أنفسنا ألا نكون إلا في المقدمة وأن نتخذ من التكنولوجيا والعلم والإبداع والمعرفة طريقا للنهضة الشعوب العربية والإفريقية تستحق بالفعل أن تكون في المقدمة معتمدة على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وهذا ما نتناوله في مؤتمرنا هذا الحقيقة في جمهورية مصر العربية نحن ندرك أن العلم والتحول إلى التكنولوجيا والاعتماد عليها بشكل كلي هو سبيلنا إلى تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة إلى تحقيق عدالة اجتماعية والقضاء على الفقر والجهل بدأنا في خطة شاملة لتحقيق مجتمع رقمي واعد ربما أجد فرصة لتناول تفاصيله في الجلسة الحوارية التي ستلي كلمتي هذه الحقيقة أن جمهورية مصر العربية تدرك حكومة وشعبا أن التكنولوجيا والتحول والاعتماد الكلي عليها هو سبيلنا كما قلت بدأنا في خطة تفصيلية للتحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية هذه الخطة هدفها الوصول إلى مجتمع رقمي كامل قبل 2025 إن شاء الله سنبدأ بمدينة واحدة نتمها في خلال عام ثم تتلو المدن الأخرى والمحافظات الأخرى مدينة بورسعيد حين نقول نتمها أقول أننا في خلال عام ستكون مدينة بورسعيد معتمدة اعتمادا كليا على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كافة مناحي الحياة فيها تعليم صحة مرور أمن سبراني خدمات حكومية إسكان تداول بضائع تجارة إلكترونية جميع مناحي الحياة وجميع مرافق هذه المدينة ستكون إن شاء الله في خلال عام قد تحولت إلى مرافق رقمية هذه في تقديري خطة طموحة لأنها تشمل جميع أطياف الخدمات الحكومية والمرافق التي تقدمها الدولة للمواطن في مدينة بورسعيد ولكننا عازمون إن شاء الله على إتمام هذا العمل هذا العمل لا يتأتى إلا من خلال
عدة محاور في منتهى الأهمية. المحور الأول الذي تنتهجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو زيادة نصيب هذا القطاع من الناتج القومي المحلي. حاليا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يساهم ب3.2% من الناتج القومي. نسعى إلى الوصول بهذه النسبة إلى ما هو أكثر من 5% إن شاء الله، وهذا يعتبر هدف طموح، لأنه الاقتصاد المصري ينمو بالسنة دي، نمى بنسبة 5.2%، ونطمح في نسبة أكثر إن شاء الله السنة القادمة. فهدفنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن نستبق هذه النسبة وأن ننمو بنسبة أكبر تساعدنا على زيادة مشاركتنا في الناتج القومي المحلي. يصطحب هذا ويقترن به زيادة قدرتنا على جذب استثمارات خارجية في مصر. نسعى في هذا سعيا جدا. أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4 مناطق تكنولوجية في 4 محافظات في مختلف أرجاء البلاد. هدف هذه المناطق هو جذب الشركات العالمية والإقليمية لوجودها في مصر، وفتح مراكز إبداع وتميز وخدمات رقمية من مصر. أرى أن مصر جاهزة لهذا من الناحية، من ناحية الموارد البشرية والكفاءات الرقمية الموجودة بها، وأيضا من خلال حزمة من القوانين والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر. بدأنا في نوفمبر 2016 بخطة إصلاح اقتصادي طموحة، وأعتقد أنه كلفة إقامة أعمال في مصر قد أصبحت جاذبة جدا بعد تطبيق هذه الإصلاحات. أيضا أصدرنا قانون للاستثمار كان هدفه تذليل كل عقبات المستثمرين وتسهيل الإجراءات، وأيضا منح مزايا ضريبية جاذبة لهذه المناطق التكنولوجية. نسعى الآن إلى إصدار قانون حماية البيانات أيضا لجذب المزيد من الاستثمار في مجال مراكز البيانات والإبداع وغيرها. فالمحور الأول لنا هو زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية نصيبه في الناتج القومي المحلي كما قلت. المحور الثاني الحقيقة الذي ترتكز عليه سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر هو المجتمع الرقمي ومشاركة كافة قطاعات الدولة وكافة الوزارات الأخرى في إتمام عمليات التحول الرقمي في مجالها. تحدثت الأمس في جلسة عن مشروع تكامل البيانات الذي أعلننا إتمام مرحلته الأولى، وربما يكون لي أن أسهب بعض الشيء في الحديث عنه أثناء الجلسة الحوارية، لأن الحقيقة فخورون به، فخورون بتحقيقه، ونرى أنه مشروع سباق في هذا المجال لانتشاره عبر كل أجهزة الحكومة والوزارات المصرية، وهو أمر يتطلب تعاون وتكاتف حقيقي لإتمامه. هناك مشاريع أخرى كثيرة في جعبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات الأخرى كما قلت لإتمام عمليات التحول الرقمي. هذا يشجعنا على مد هذه المظلة لتشمل مجتمع رقمي كامل بما يتطلبه من مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في التحول الرقمي أيضا، ونسعى لتشجيع الشركات القطاع الخاص بكافة السبل لإتمام تحول أعمالها أيضا تحولا رقميا. المحور الثالث الذي ترتكز عليه سياسة وزارة الاتصالات الحقيقة ربما يكون مناسب أن نسهب بعض الشيء في سياقه، لأنه هو تنمية
علاقات مصر مع الدول الشقيقة العربية والإفريقية من خلال التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونرى أن التعاون في هذا المجال الهام بين دولنا وبين مجتمعاتنا بالفعل يثري معنى التعاون والأخوة بين دولنا، وأعتقد أن شعوبنا جميعا تتطلع إلى هذا التعاون البناء. نسعى لإقامة مركز لعرض المشروعات القومية الرقمية التي أتمتها مصر، سيكون متاحا لكل الأشقاء العرب والأفارقة للإطلاع على هذه المشاريع وبناء شراكات تعاونية لبناء مشاريع مماثلة لما قمنا به في مصر في بلادنا العربية والإفريقية الشقيقة، مستعدون للشراكة مع كافة الدول لبناء نفس المشاريع في دول أخرى بمشروعات للتبادل الخبراتي المكثف والعمل المشترك لبناء هذه المشاريع مرة أخرى. أيضا نسعى إلى برامج تبادل خبرات وبرامج تدريب وتعليم مشترك سواء في جمهورية مصر العربية أو في الدول الشقيقة. واليوم إن شاء الله سأجلس مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود لتبادل الحوار حول كيفية بناء برامج تدريبية طموحة. تعلمون جميعا أنه لا يمكن أن يتأتى لنا القيام بنهضة رقمية حقيقية دون تدريب جاد وحقيقي لكوادر بشرية مكثفة، فسنعمل إن شاء الله سويا في هذا المجال الهام. أيضا يجب أن نعمل على التنسيق فيما بيننا للإطلاع بدور حيوي وفاعل في كافة المنظمات الدولية المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لابد لنا كدول عربية وإفريقية أن ننسق فيما بيننا الأدوار وأن ننسق جهودنا معا لمصلحة بلادنا وشعوبنا. ملء قلبي أمل وملء عقلي ثقة أن هذا المحفل محفل منتج، سنخرج منه جميعا بنتائج واعدة ثمينة تساعدنا على إتمام عملية التحول الرقمي وتحويل مجتمعاتنا إلى مجتمعات رقمية لخدمة شعوبنا إن شاء الله. أشكركم مرة أخرى وأرحب بكم في جمهورية مصر العربية. Thank you very much for that introduction, Minister, and thank you for answering some of the issues we're going to address on the panel.